ألف مبروك مبروك يا مريم، كابتن كريم، ألف مبروك. ألف الحقيقة فرحة مبروك. كبيرة، مرينا بلحظات صعبة جدا، ولكن الحقيقة قدرنا إن احنا نحسم البطولة لصالحنا الحمد لله للسنة الثانية على التوالي. كابتن إبراهيم، دي أول مواجهة لي لنادي الزمالك مع النادي الأهلي، فأكيد مجهود كبير جدا، ولكن الحمد لله إن هو كلل بالنجاح. الحمد لله، يعني البنات دايما زي ما احنا قلنا بيكونوا على موعد مع اللقاءات الكبيرة، دايما بيكونوا دايما الفوز من نصيبهم. الحمد لله هم تعبوا كتير في المباراة النهاردة طبعا. وعدوا بأوقات صعبة، والحمد لله قدروا يتغلبوا عليها ويكسبوا، يعني حتى رغم ان هم خسروا الشوط الأول قدروا يرجعوا خدوا الشوط الثاني والثالث، والشوط الرابع حصل فيه كده دروب شويه، بس الحمد لله ان هم الشوط الخامس حسموه. وانا بهنيهم وبهني الجهاز الفني طبعا ومجلس الاداره والجمهور، وزي ما انت قلت يعني طبعا اكيد هم هيهدوا الكاس ده للكابتن العمري فاروق طبعا رحمه الله عليه، طبعا. والف مبروك ليهم. الف مبروك يا كابتن كريم.